لو هنتكلم يا كريم برضو تعقيبا على يعني الكلام، انا هتفق مع استاذ حسام، ده حب الناس، ولكن انا لو بحب فعلا محمد صلاح انا مش هعمل ده حفاظا عليه. يعني حلو انك تحب لاعب، لكن انت عارف محمد صلاح دلوقتي بياخد يعني مع المنتخب، فاحنا حابين بس ان القصه تبقى يعني بهدوء. دي النقطه اللي احنا عايزين ان احنا نتكلم عنها يا جماعه هدوءا، احنا عايزين برضو نحافظ على محمد صلاح. انت بتتكلمي في ايه يا ست؟ كل اللي نازلين دول مش شايفين قدامهم غير السيلفي اللي هم عايزين يتصوروه معاه، يعني طبعا ربنا يزيده من محبه الناس بطبيعه الحال، وارد ان النوع ده من الامور يحصل، بس ما يحصلش في ارضيه ملعب في مباراه بالشكل ده. فيعني كانت يعني مشهد كان مؤسف من زوايا متعدده. وعايز اقول لك ان من امبارح للنهارده كل الصحف البريطانيه يعني سابت كل حاجه في المباراه، حتى بما فيهم الهدفين اللي سجلهم محمد صلاح، وقفوا عند اللقطه دي، لان فعلا هو بالنسبه لهم يعني بعيدا بقى عن فكره هم يعني متخيله هم وضعهم بيتفرجوا على يعني شوت زي ده. بص هقول لك على ده بالنسبه لهم كونتينر فلوس هم دافعين فيه. هقول لك على حاجه، صح كلامك مظبوط، ولكن لو هنتكلم على ارض الواقع بيحصل اوقات كتيره في العالم كله في بعض الاستادات، حتى لو كان يعني متامن 100% بيحصل بعض الخروقات حاجات زي كده، لان برضو خلي بالك انت سيطره على الاشخاص اوقات بتبقى، ما انت حتى لو مسيطر بيطلعوا من اماكن وحصلت فاضي. شفنا مشاهد زي دي كتير. يعني احنا مش فكره بنلوم، بس احنا بنقول يا جماعه بنخاطب الناس اللي احنا كلنا بنحب محمد صلاح، حتى لو عندك فرصه حافظ على محمد صلاح بس، او حافظ على اللاعب اللي انت بتحبه، صح كده المفروض. المنطق كده.